أولى فقراتنا وضيفتنا يلي أكيد من أهل البيت ومنحبها كثير، رح نحكي معها بموضوع كثير مهم، هو موضوع صيام الطفل في رمضان، وأيضا كيف فينا نحن نرسخ عند الأطفال الفكر الصحيح للصيام، عمل الخير، العادات والتقاليد، الشعور بالآخر والشعور كيف نحس بالعالم يلي هي بحاجة لنا، وشو هي الطرق الصحيحة وطرق التعامل الصحيحة بإدخال وبأي عمر لإدخال مفهوم الصيام لدى الأطفال، وبأي عمر نحن فينا نخلي أطفالنا يصوموا. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع ضيفتنا السيدة ريما جحجاح، أخصائية تربية أطفال. صباح الخير، رمضان كريم يا ريما. صباح الخير، رمضان كريم عليكم علينا كريم. إن شاء الله يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، والحمد لله على سلامتكم، اشتقنا لكم. نحن اشتقنا لك، الله يسلمك يا رب. غمي ومرقت بسلام، الحمد لله على سلامة ريما. الحمد لله. دائما ريما بشهر رمضان المبارك كثير من الاهالي بيسألوا كيف نحن بدنا نحبب اطفالنا بهذا الشهر، كيف بدنا نخليهم يصوموا هذا الشهر بس وهن حابين الصيام، متقبلين الفكره شهر رمضان الكريم برايك؟ رمضان شهر الخير، شهر الحب. اهم شيء الابتعاد عن التخويف بالنسبه للطفل. الطفل نحن بالنسبه له القدوه، بنرجع دائما بمواضيع بنحكيها، الاساس مواضيعنا هي الاسره، الاب والام. فهون في عادي تعود الاب وتعودت الام، الطفل مقلد لهي العادات الموجوده داخل البيت. فهو شو عم بيقلد؟ عم بيشوف امه صايمه، عم تحكي دائما بعادات نحن بنساويها برمضان، عم تحكي مع جارتها، عم تحكي مع الاطفال، الاب كمان كان عنده عادات صباحيه يساويها بطلها، مثل في عنا ابهات بيدخنوا، في عنا ابهات الصبح متعودين على فنجان القهوه، فنحن العيله كلها بنفيق سوا، عم يلاحظوا انه في جو اسري صار. فهون الطفل بلش يتساءل شو هذا؟ نحن بدنا نكون معودينه شوي شوي، بنمهد له شوي شوي انه هذا شهر نحن بنصوم، نبتعد عن الطعام. مو فكره فقط هي الابتعاد عن الطعام لحتى نفهمها لهذا الطفل، لا، الفكره انه نحن نفهمه نحن بشهر رمضان شو الشيء اللي بنساوي، شو اللي ممكن نتعلمه. يا هل ترى الطفل اول سؤال بيسالك اياه، وكل الاهالي ناطرين هذا السؤال، انه انا ليش بدي صوم؟ طيب يعني انا بس بطل اكل وشرب؟ لا، نحن منصوم لادخال التقوى، الايمان لقلوبنا اكثر، تقرب الى الله اكثر. دائما نحن بكلامنا بنحكي عن الله سبحانه وتعالى، عن اشياء حلوه موجوده بالدنيا، الله بيحب هيك، نحن لازم نساوي هيك، هي التفاصيل. هون نحن بنفهم طفلنا انه نحن بهذا الشهر بالذات بنتقرب اكثر من الله سبحانه وتعالى. نعم ريما، يمكن دائما نحن عندنا فكره قبل ما نغوص بطرق كيفيه ادخال الصيام بمفهوم الاطفال. أكيد. خلينا نحكي، دائما نحن بنقول اذا صمت هالقد انا رح اكافئك هيك، انا رح اعمل هيك، ولكن قد ايه حلو اذا صمت هالقد لازم تعمل خير، وعمل الخير قديش مهم. يعني شهر رمضان الكريم يعني هو كله كرم واحساس بالغير، وبنشوف كثير من المبادرات وكثير من سكبات رمضان، وبنشوف كثير من انه ندخل سكبات للجيران. كيف بدنا نبلش نرسخ هي العادات عند الاطفال انه خلال الشهر، خلال السنه كيف يضب لهذا الشهر، كيف يساعد المحتاجين؟ تمام ليا، انت قلت لنا انه خلال السنه، فنحن عم نبلش قبل، عم نمهد قبل شهر رمضان. حتى موضوع فكره الصيام، نحن قبل رمضان مثلا عم بيكون الاشهر اللي قبلها رجب وشعبان، نحن عم نصوم مثلا، عم شفنا الطفل عم يصوم فيه يومين، نحن دائما متابعين الاثنين وخميس بيصوموا او بيصوموا الام. فهون نحن مهدنا له للطفل لفكره الصيام. بالنسبه لفكره انه نحن نخبي شيء انه هو لمساعده الاخرين، الطفل بتراوده فكره دائما، ماما انا ليش بصوم؟ الام لا شعوري وهي عم تشتغل بتقول له انه مشان نحس بالفقراء، هذا خطا. لا، نحن لازم نفهم الطفل انه نحن، لانه هون بده يسالك طفل ذكي الفقير ما بيصوم؟ لا، هذا خطا، نحن بنصوم لنشعر بالاخرين، لنكون احساسنا اقرب لإلهم. فهون انه نحن انا بجيب لك كل الاكلات الطيبه، بجيب لك كل الاشياء الحلوه، في غيرنا ما عنده هالاستطاعه حتى يجيبها. ماما انا شو بدي اساوي؟ نحن ممكن نقتطع من المصروف. حتى لما بيشوفني انا بسكب لجارتي بدق عليها الباب، كثير حلو من ماما انه تحمل الصحن للطفل،
حمول الصحن، دق الباب، عطي الا رمضان كريم مثلا وقت ببلش الشهر. هدول لما بيكون في طفل موجود ببيت جارتي، او مثلا انا بعت السكبي مع ابني لعند حدا يكون عندهم اطفال، فهي الغيره بيناتهم انه انت صايم، شو في هالمفردات؟ اي انا صمت، قديش صمت؟ انا صمت وقت كذا، هذا بنحكي عنه الصيام المتقطع. لكن انه نحن هي التفاصيل المفردات بتيجي قبل تعويد الطفل بتفاصيل نحن معودين عليها. بالنسبه للسكبي خلال السنه دائما انه مثلا انا استحليت لجارتي قطعه، استحليت لها صحن اني ابعته مع ابني دق الباب يعطيها اياه، هون تعود الطفل. لكن نحن برمضان نتبادل الصحون اكيد بينا وبين الجيران، انا بدق على جارتي، جارتي بتدق علي، هون الطفل اعتاد هي عم يحس بفرحه انه انا عم اقوم بعمل. فانا خليني يعني دائما احنا قلنا المهام للطفل نعطيها خاصه بشهر رمضان اللي تعويده، هي من الطرق اللي بنحكي عنها بالنسبه للصيام. فهون الطفل ببلش باقتطاع جزء من مصروفه. ونحن بالنسبه حتى لاطفال الروضه الاعمار الصغيره، طبعا هذا المفهوم وصلنا لهم اياها بحيث انه نحن عملنا مبادره عنا بالروضه، كانت مبادره رائعه جدا، بشكر الاهالي عليها. هي الفعاليات اللي دائما نحن لما بنطرح فكره وبيساعدونا فيها، تمت المبادره انه التبرع بمبلغ مالي قبل شهر رمضان الكريم، لكن هذا المبلغ انه شفتي اجى عيد الام وبعدها كمان اجى شهر رمضان، ففكرنا انه نحن لام الشهيد. لكن كانت الفكره انه تروح من محافظه لمحافظه، كتبنا لهم من دمشق الياسمين الى حمص ام الشهداء، كل عام وانت بخير ام الشهيد. فهون كانت هي المبادره من اطفال، وكادر روضه ماما ريما راحت لمدينه حمص ام الشهداء، وطبعا كان في اشخاص شاركونا مشكورين منهم السيد سائر كمان ساعدنا، بلول سائر بلول بحمص مسؤول عن صفحه حمص الزهراء. فصار هذا التواصل، الطفل لما صورناه واخذ الوصل بايده ومسك، والاهالي كثير ساعدونا بفكره انه كان كثير مبسوطين انه لما طرحنا فكره المبادره انه ايه فورا، يعني لما اجى الطفل انه انا بدي. فكان اعمار صغيره بيتعودوا عليها طبعا، فهي عادي والبيئه بتلعب دور، الطفل جاي من بيئه امنه وسليمه فهن معتادين هذا الموضوع. لما طرحت المبادره كانوا جدا سعيدين في هاي الفكره. ريما كثير بنسمع بشهر رمضان المبارك انه الاهالي بيصوموا اولادهم ساعات، يعني اول مثلا اول فتره لساعه 12 وحده هيك، لاخر رمضان بيصير يصوم الطفل مثله مثل الكبير. يعني خلينا نحكي عن هذا الموضوع، شو هي اثاره السلبيه واثاره الايجابيه على الاطفال اللي بالاعمار الصغيره؟ هلا بدايه نحن بالنسبه للاطفال قبل ما ندخل بموضوع انه لازم نصومهم او الصيام المتقطع، انا بنصح الاهالي انه يعملوا تحليل، تحليل للطفل اول، او يروحوا لعند اخصائي الطبيب يعملوا له بشكل عام فحص عام شامل، هل ترى هالطفل هل عنده قدره على الصيام، على تحمل الساعات الطويله؟ لانه في يعني انا صارت عندي مشكله عندنا بالروضه انه في طفل كان يتعب كثير كثير، السبب انه فكرنا من الصيام هو كان معه ديدان بالبطن، فهي بتعمل فئر دم، فهي بتسحب طفل صايم، فهي بتسحب وعمر صغير يعني عمر 5-6 سنوات، فانا ما بدي اخذ هذا الوقت الطويل. فهي نصيحه انه من تجربه مرينا فيها بالروضه، لما عملوا التحليل اكتشفوا هذا الموضوع، فالطفل ما لازم يصوم حتى ممكن فئر دم، هي الامور. فنحن بنرجع لمرجع طبي اولا. الخطوه الثانيه اللي نحن الصيام المتقطع بعمرنا، نحن كنا صغار اكيد بتتذكروا، هي صيام العصافير. انا صايم للساعه 12، بعد الساعه 12 بدي بيهربوا لي، انا صايم للساعه 4 تمام، بيهربوا لي سندويشي، بيهربوا لي كاسه مي. انا مع انه شرب الماء بشكل مستمر بالنسبه للاطفال بهذا العمر، بعدين حتى لو الطفل طلب سندويشي انا بقول له ماما لا بدنا نتحمل، نحن اكلين سندويشي بخلي بيناتها ساعتين 3 ساعات، لا لازم نتحمل، ليك نحن، ليك انا كيف مثلا، ليك اخوك، حتى المقارنه بهذا الوقت بيننا وبين اطفال الجيران، نروح لعند حدا طفل صايم يشوف هذا بيشجع. اهم شيء بطلب من كل ام وكل اب التشجيع للطفل ويكون بحب، يعني مو انه انا الاجبار، الابتعاد عن الاجبار والترهيب التخويف بالنسبه للطفل، لانه بتترك لنا عادات سلوكيه خاطئه وبصير عندنا علاجات مستقبليه انه ما نشتغل مع الطفل بموضوع انه كان عنده اثار سلبيه تجاه الخوف. في اطفال عم تتعرض للضرب، في اطفال عم تتعرض للصراخ الشديد، لا بدك تصوم، لا احنا ديننا دين تسامح، دين تعامل، فما بصير نحن انه نخوف الطفل، لا مراحل متقطعه، وبيرجع هذا الموضوع لعمر الطفل، هون بيلعب التشجيع. هلا بس موضوع انه نحن المكافآت،
مكافآت ضرورية لأنه بتشجع الطفل كثير، مثلا إنه صمت 4 ساعات فإله مكافأة. أنا مع جدول نساوي، ومثل العادي بنعلق على البراد بمغناطيس وبنكتب على هذا الجدول، بنحط عليه نجوم، مثلا صام 4 ساعات بنزيد له نجمة، آخر النهار بنعدهم، ممكن آخر النهار نجيب قطعة حلوة يكون الطفل بيحبها كثير، شغلة هو متمناها. نهاية الأسبوع عندنا مكافأة، طبعا كل ما زادت عدد الساعات عندنا موضوع المكافآت. نعم ريما، خلينا نحكي بنقطة كثير مهمة هي العادات والتقاليد. يمكن هلا كثير الوضع الاقتصادي بعد الناس، والسوشيال ميديا كمان بعدت الناس عن بعضها. اليوم التقرب من العائلات، التقرب من الناس يلي يمكن في بعد، في جفا خلال شهر رمضان الكريم وخاصة ضمن العائلة، قديش مهم انه نحن نعلم اطفالنا انه حتى لو في زعل لا، الشهر الكريم رح يكون في صلح، رح يكون في محبة، رح يكون في عطاء. هون البيئة السليمة الآمنة هي اللي بتلعب دور. فهون لما بيشوف انه في تسامح، اكيد الطفل بيسمع اطراف كلام من اب من ام، مثلا بيلاحظوا انه مثلا كان عم يحكي انه هذا عمل هيك، تصرف هيك، انا زعلانه منه. فلما بيجي شهر رمضان بيشوف الام والاب انه دعوا هذا الشخص على مائده الطعام وكان في ابتسامه وكان في سعاده، هون بتترسخ هي القيم وهي المبادئ، بتترسخ عند الطفل انه انا في تسامح، في حب. فهون الماما لها دور كثير كبير بالبيت، انه هي بتشرح، بده يجي يسال الطفل انه ماما انت كنت زعلانه منه، او بابا مثلا كان متضايق من هذا الشخص، هذا شهر الخير، نحن برمضان. هون الطفل بيحب شهر رمضان اكثر، بحس انه هو شهر التسامح، شهر الحب. طبعا الطفل لا يعرف الكره، لا يعرف الحقد، لا يعرف اي التفاصيل كلها، فهون بحس انه طالما الكبير سامح فهذا الشهر بصير بيستناه، بصير بينبسط كثير، انه حتى ممكن يطلب من ابوه وامه انه في اشخاص تخطر على باله يتمنوا انه يكونوا موجودين على طاوله الطعام. طبعا العادات اللي بتلعب دور عندنا بالاسره، الجو الالفي وطريقه حط الطعام وقت الافطار، هي بتلعب دور كثير كبير عند الطفل. وقبل الافطار طبعا التحضيرات اكيد، الشكر، شكر هلا انا حابه انه يعني نحن شوي هلا بالظروف بعدت العيله، بعدوا شوي يعني لا الغدا صار في جمعه ولا الفطور لا ولا العشاء، صار في بعد. يعني قديش مهم اليوم بشهر رمضان انه نرجع هالالفه للاولاد عن جد يلي ما شافوا هذا الشيء. خاصه ليا نحن عندنا الام الموظفه، نحن حكينا عنها بلقاء سابق، الفتره هي فتره الغداء، نحن المسؤولين عن غدا الاطفال، ففي وجبة طعام هون الأم ما أنا صحيح محضرتها بكل حب ولاففتها ومجهزتها وكل شيء فيه، بس هي في التفصيل الأخير اللي بدها تختمه فيه إنه هي تمسك المعلقة وتطعمي ابنها، تشوف اللذاذة إنه ابنها. مثلا أنا لما بتقول لي أم بتقول لي حبة بقول لها كثير انبسطت فيها، مثلا انه شوفي لوين انه هي وقاعده بشغله، انه هي الحوار الداخلي بينه وبين نفسه، او هي ما بياكلها بالبيت بس عندكم بياكلون لكان عندنا بياكلها. فهلا انه لما نحن عم بيحضروا والام عم بهي الوجبه اللي كانت غايبه عنا هي هلا حاضره فيها، فهون المتعه عند الطفل. ماما يسلم ايديكي، ماما شكرا، لانه نحن في شغلات بنرسخها جوات الطفل، انه ماما حضرت لك اياها، ماما قالت لي امبارح انه انت جاي على بالك هي اليوم، شوف شو عملت لك. فشوفي هي التفاصيل، في اشخاص بيلعبوا دور بحياتك. فهون هلا الام بدها تلاقي الشيء اللي نحن زرعناه، هي بدها تحصده هلا خلال شهر رمضان هي الفتره. وانا اجتني كثير تليفونات فعلا انه ماما ريما شكرا كثير من القلب، انه الطفل لما بيكون لما عم ياكل، خاصه الام الموظفه كثير عم تعاني هذا الموضوع، انه وقت عم ياكل انه ماما كانت تقلنا لما انه يطعمون المسات انه هي ماما عمليتها، هي حضريتها، هي المحبه هلا الطفل كان فائدها. يعني في تفاصيل، يعني الحب موجود لكن في تفاصيل كانت مفقودة. هلأ عم نرد نشتغل مع بعض، حتى بالنسبة للدعاء لما بيشوف أبوه قبل الأذان أنه مثلا نحن عم نصلي نقرأ القرآن، نشغل على الأذان سماع الله أكبر بالبيت، يعني شيء يريح النفوس، يزيح الغمي عن القلوب. فهي الأب والأم والأطفال بنفس الوقت عم يسمعوها، فهي ما بتخيلي مدى الارتياح النفسي اللي بيحصل عليه الطفل. وبنفس الوقت في عنا عادات سلوكية ترسخت سليمة في أدبيات لحالها من غير ما أنت تعلمي، بدون ما أنت طبعا هو طفل بيراقب، وهي القصص بتنزرع بنفسيته بشخصيته أكيد. مثل ما حكينا هلأ ريما، حكينا عن القيم والشغلات اللي بتنزرع عند الطفل، خلينا نحكي شو هي القصص التي يجب أن يفعلها الطفل في شهر رمضان المبارك
بالإضافة كيف فينا نحببه بشهر رمضان المبارك طبعا. بشكل أكثر؟ كيف ممكن يحترم شهر رمضان المبارك بشكل أكثر أي طفل صغير يعني؟ هلا نحن في عنا هاي العادات اللي ممكن نحن نعلمه فيها الأدبيات للطفل، دائما نحن لا تكذب، لا انه الكلام البذيء ما بصير ينحكى، دائما هون باكد ماما انه نحن بشهر رمضان اكد انتبه نحن في صله بيننا رحمانيه بيننا وبين رب العالمين، فهون بصير زعل، ما بصير نحن نحكي كلام ما له ظابط، ما بصير نحن نكذب او نشوف او نعصب او نطلع بالصوت العالي، كلها هي بتترسخ نحن بشهر رمضان لما نحن بنحكيها للطفل. هلا عندنا نحن شغله ثانيه انه نحن تحضيراتنا للشهر لحتى ندخل عليها وعرف الطفل انه نحن بشهر رمضان شو في الشغلات اللي نمتنع عنها، نمتنع عنه انه نحن ما بصير نحن اذا كان في صائم نجيب هالطعام، شفت الاطفال بهذا العمر الصغير حابين يحكي فيها الشغله انه بيجي الاكل وبيصير الشغلات اللي انت بتحبيها بيمرق من جنبك انه هو مسمح له ياكل، لا هوني انا هون بصير التنبيه هذا خطا، هوني لا نحن ما بصير انت عم تضايق حدا ثاني، نحن ما بصير نزعل حدا، ما بصير نضرب اخونا الصغير، هي الشغلات نحن معودين عليها من قبل لكن بصير الحرص عليها اكثر بشهر رمضان اكثر هيك. تمام ريما، خلينا كمان نحكي بنقطة، كثير في بالشام وبكل المحافظات السورية عديد من المبادرات، حضرتك ذكرتي عن مبادرة ولكن اليوم قديش حلو انه نحن لحتى نقطع وقت الصيام ونخليهم يصوموا انه ننزل اولادنا يعني اكيد بعمر المناسب لحتى يكونوا متطوعين ضمن هي المبادرات. هلا هي فكره عم نشوفها كثير، اكيد ليا كثير فكره حلوه، لكن نحن هلا بالنسبه لنا بالنسبه بالروضه المبادرات المنساويه عندنا حذر كثير شديد بخصوص هذا الوقت اللي نحن فيه الكورونا، لكن فيما قبل كانت هي المبادرات رائعة حتى نحن في سنين من السنوات يعني رحنا لدار مسنين بمرافقتكم يعني رحنا لهونيك وكان معنا الأطفال وكان جدا سعيدين بهي المبادرة، لكن هلأ بهذا الوقت الطفل جدا تترسخ جواته أشياء جميلة إنه أنا عم بسكب أنا عم روح، نحن عم نحاول هلأ قدر المستطاع نحافظ على الطفل، لكن يا ريت إنه أنا أحد الأشخاص أتمنى مشاركة بنتي أو ابني إنه يروح ونساعد معهم بيسكب، أكيد ما حيطبخوا أو شيء لكن يسكبوا ويعطوا لحدا، هي القيم نحن رسخناها موجودة من البيت لما نحن سكبنا لجارة سكبنا لحدا دق علينا الباب عطينا مساعدة عطينا تبرع، هي قدرنا نتخطاها لحتى إنه الطفل يقول لك أنا شفت حدا نزل ساعد مع أبوه، خوفنا وقلقنا على أطفالنا عم يمنعنا أن نساوي هذا الشيء، لكن ليا جدا مبادرة رائعة جدا، نتمنى أنه دائما تترسخ هي المبادئ جوات الأطفال بمساعدة الأهالي ودائما نكون مستمرين فيها ونتواصل دائما فيها. سلامتك صح، هي بتعطي طاقه ايجابيه للكبار يعني يوم نحن بنشارك بمساعده غيرنا هذا شعور كثير حلو بيعطينا طاقه كثير حلوه وطاقه ايجابيه. هلا حكينا عن الاطفال اللي ممكن يسمعوا كلمه امهاتهم ويصوموا بشهر رمضان سواء قالت لهم صيام متقطع او صيام كامل، خلينا نحكي عن الاطفال اللي ما بيقبلوا مثلا، لك انا ليش عم بحرم حالي من الاكل من الشرب لوقت كثير طويل، انا مثلا ما بدي ورفض الفكره بشكل نهائي، كيف ممكن الاهل يتعاملوا مع طفلهم بهيك وقت؟ بالحوار تمام، لازم دائما نحن نتحاور مع الطفل، انا ركزت بالبدايه الابتعاد عن الخوف والترهيب، ما بصير انا خوف طفلي لانه بده يصير بينه وبين ذاته دائما عنده خوف وممكن يتصرف اشياء انا يكون لها عواقب كبيره فيما بعد، الطفل هون انا لازم معه بالحوار، اول شيء بقدر انا اروح لعند حدا صائم عنده اطفال صايمين اي شوف ممكن انا خلي موضوع الغيره عنده يشتغل هون بهذا الموضوع الغيره بين الاطفال بين الاطفال، فهون انه هذا الحوار شفتي لما سكبنا نحن للجاره طلع قال له انت صايم لا وانا صايم قديش لك صايم انا لي صايم زمان شربت لا انا صلي زمان ما شربت، شفتي هذا الحوار هون لما بيرجع الطفل بيرجع معه حديث سرسره لامه بيقول لها ماما انا هلا هيك شوفي هالحديث فتحه ماما هو شرب مي انا ما شربت، برافو عليك احسنت في مكافاه، هوني انا شوي شوي الطفل بحس بموضوع انه بينه وبين نفسه انه طيب ليكي هذا كيف كلهم مبسوطين منه الكل سعيد منه وفي له مكافآت ليش ما انا بحاول كون، لكن ما شغل موضوع الغير كثير انه ينقلب لكره للطفل الاخر، لا بشكل تمهيد الام بسياستها مع ابنها هي بتعرف هيك، واكيد اذا كان بالروضه نحن كثير بنتعاون معها بهذا الموضوع بنساعدهم كيف نحن التحضيرات لشهر رمضان شو هي، طفل هون ببلش بيشتغل لاحظي هلا نحن الفوانيس الهلال
المسحراتي طبعا اطفالنا ما بيعرفوا كثير عن موضوع المسحراتي، القصص اللي نحن بنحكيها كثير مطلوب مننا نحن، قلتي قبل الافطار لحتى نلهيهم لانه وقت طويل نحكي لهم قصص، وهي موجوده كثير عندنا عن النت، نحكي لهم عن قصص اطفال كيف يساعدوا الاخرين، كيف ياخذوا الاكل، كيف يساعدوا امهم، كيف يروحوا يجيبوا اغراض من السوق، يوقفوا مع امهم بالمطبخ، هذا اكيد هذا الموضوع بشكل كثير مهم. تماما هذا الموضوع بيلعب دور كثير كبير، انه انا مثلا اليوم بدنا نحضر لسفرتنا، شلون بدنا نحضر لها في السفره بتتكون، شفتي رمضان، رمضان الخير، فسفرته كريمه، بتلاقي موجود عندنا المقبلات، موجود عندنا الشوربات، السلطات، فممكن انا شارك طفلي باعداد الطاوله، بنحط فيها اغراض، ممكن انا يساعدني بحط العصائر، يختار. اهم شيء اهم شيء انه انا لحتى ساعد ابني على الصيام، انه انت اليوم بدك تشارك باختيار الوجبه، انت شو بدك، شو جاي على بالك، او شو نوع العصائر اللي انت بدك اياها، ممكن انا نوع الحلوه اللي انت مشتيها ممكن انا اجيب له اياها، هي بتكون مساعده للطفل كثير حلوه. يعني هلا ما بقى في كثير مدارس، ما بقى في روضات، والكل قاعد بالبيت وعلى مخانقات، اليوم الطفل العنيد يلي ما عم يقبل بالصيام، الطفل يلي بضل متذمر، الطفل يلي كثير عم يعذب، يعني قاعده بالبيت مخانقات وصيام بنفس الوقت، والام بتكون صايمه، هون الام شو بدها تعمل؟ هون الصبر هو المطلوب. الصبر مشان ما تفوت الصيام، بس بالعيال يعني انه والله ما بعرف انت منين جايبه هالكلمه الصبر، والله مطلوب مننا الصبر، هذا هو شهر رمضان. هلا الصبر تكون الام صبوره، لكن ايد لحالها ما بتسقف، لانه نحن حكينا طول الوقت ماما ماما ماما، هلا بابا بده يلعب دور كثير كبير، لانه هو بده يكون الاقرب الى الطفل، من لانه الام بدها تكون ملتهيه بتحضير. بس بشهر رمضان المبارك صعب الاب يكون اقرب للطفل. هلا نحن بنحكي بس على موضوع كمان انه التعصيب، تمام، انه اللهم اني صائم، اي انه لا تخليني هلا افقص صيامي عليك، يعني هي الكلمه المتداوله عندنا موجوده دائما. القدوه، الاب والام هم القدوه، هلا المطلوب مننا بهذا الوقت انه الطفل لما بده يشوف الاب اللي دائم كان تعصيب، اللي بيكون بتعرفي انت موضوع الدخان وهذه الامور، الاب قديش ممكن يلعب دور معه هون، لما بيشوف الاب انه الطفل لما بيشوف الاب انه دخل بمرحله هدوء اكثر وصار صبور اكثر وتقرب من اطفاله اكثر، هون الطفل العنيد بياخذ قدوته، اللي بيكون هو القدوه الاب، هون ببلش يلين شوي شوي، لما الاب بيدخل مع الطفل وبيقعد معه بحوار وبيحكي له قصص وبيضرب له امثال وبيتشارك معه لحتى يعينه على الصيام، حتى نعين بعضنا على الصيام، ممكن نطول فترة النوم أكثر، مثلا وقت القيلولة إذا لاحظنا أنه الطفل تعب أو الطفل عند أو ما بدي، ممكن أغريبي لعبة معينة هو كان بده إياها، شغلي أنا كنت حرمته منها، أكيد ما حدا يقول لي أنه موبايل، لأنه دائما نحن بنمنع الموبايلات، لكن لا يمنع أنه شوي بتلهي الطفل، ساعده شوي أنه معلش طبعا مو وقت طويل، والألعاب بتلعب دور كثير كبير، لكن جماعي، لكن لا ما تكون مرهقة او يكون فيها ركض كثير او هي، شفتي لانه بس قلنا جماعي بدنا نقول قامت القيامه ونصوت وما شابه، لكن نحن ممكن نشغلهم اذا كان جماعي مثل ما حكيتي ليا. القصقصه كثير بتلعب دور مع الاطفال، فنحن يا عيني عليك، فنحن مثلا اكيد بكل بيت موجود المقص وموجود الكرتون وموجوده هي القصص، حتى في فكره امبارح نحن عملناها مع اطفال الروضه بالروضه، من صفد البيض قصينا حطينا كل تنتين فوق بعض هيك، تشكل معنا فانوس ولونوا الطفل كل واحد بالطريقه اللي بده اياها، وعملنا حبل قمر ويعني الهلال ونجوم وحطيناهم، هي كانت زينتنا نحن بشهر رمضان، فهون بلشوا تحضروا، يعني بلشوا انه استنفروا، نحن باليوم السابع في استنفار، يعني نحن كل يوم لازم الام تعمل شيء جديد يوميا بالنسبه لسفرتنا بالطعام، يوميا بالنسبه للاشغال اللي تشغلنا فيها لحتى يحس الطفل انه في تجدد. نعم اكيد ريما، كثير حلو شهر رمضان، شهر رمضان مثل ما قلنا شهر الخير، شهر البركه، شهر التسامح والمحبه، لازم هي القيم نزرعها بنفوس كل اطفالنا. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه، ونشوفك بحلقات قادمه. شكرا لكم، يسعد صباحكم، رمضان كريم عليك وعائلتك حبيبتي، ان شاء الله هيك، ان شاء الله يا رب، ومره ثانيه هيك بقول لكم الف الحمد لله على السلامه لكم ولريم حبيبه قلبي، وان شاء الله رمضان كريم على بلدنا، بلد الخير، بلد الحب دائما، سوريا الخير، ومن خلالكم بس هيك لكادر ماما ريما بقول لهم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.
وانتي الف خير ينعاد عليكم.